من بعد ما شفنا دعم بيسان اسماعيل لأنس الشايب بمباراته للملاكمة، ها نحن اليوم نشوف دعم أنس الشايب لبيسان بخطوتها الجديدة بعالم الغناء والفن. فبيسان عم بتشارك ببرنامج بوليفارد المواهب اللي عم يعرض على قنوات الام بي سي، فشفنا كيف حطفت الأضواء على المسرح بصوتها وأدائها الراقي. والجدير بالذكر أنه أنس كان مرافقها خلال هذه الخطوة، فكان معها خلف الكواليس وأيضا بالمسرح بحضوره مع الجمهور. فشفنا فرحته العارمة لما أدت بيسان إسماعيل أول عرض لها بالمسرح وفوزها بالمرحلة الأولى من البرنامج. وأيضا شفنا عدد كبير من الفيديوهات والستوريهات اللي نشرها أنس على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلف الكواليس. والفيديو اللي عمل ضجة كان هذا الفيديو اللي نشره أنس على تيك توك واللي حقق 3 مليون مشاهدة، واللي علق من خلاله أنس بي: ما في مبروك، سألت الشيخ وقال حلال، خطبت بيسان.